السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يكون الفيديو عن الظهور الاول للدون كريستيانو رونالدو مع فريق النصر السعودي. طبعا المباراة كانت ما بين النصر والاتفاق في الدوري السعودي. المباراة انتهت بنتيجة 1-0 لفريق النصر اللي سجل الهدف طبعا تاليسكا، لكن الدون يعني ما شاركش في الهدف، لكن يعني زي ما انتوا شفتوا الهدف رونالدو كان عمل جامب قصاد تاليسكا علشان يلحق الكرة بالدماغ، ما لحقش. الكرة عدت لتاليسكا وتاليسكا حطها برأسية قوية جدا على يمين حارس المرمى، لكن الدون ما عداش الموضوع كده ولازم ياخد اللقطة في المباراة. اللقطة كانت قصاد مدافع الاتفاق اللاعب سعيد المولد. زي ما انتوا شايفين كده رونالدو دخل منطقة الجزاء، عمال يهوش سعيد المولد، وقعه في الأرض، منظر صعب جدا. فيعني دي لقطة رونالدو في المباراة، لقطة مميزة جدا، وطبعا اللقطات دي الكل طبعا عارفها من رونالدو، لقطات طبيعية جدا منه، مش حاجة جديدة عليه. فطبعا سعيد المولد ما تزعلش يا مولد، طبعا ده الدون رونالدو وده الطبيعي اللي بيعمله، وطبعا ده فخر ليك انك برضو بتلعب قصاد رونالدو، دي حاجة فخر ليك، يعني تفتخر انك قصاد الدون رونالدو معاك في الدوري السعودي. وطبعا كل لاعيبة الدوري السعودي برضو لما يكون في المباريات هم بالنسبة لهم بتكون حاجة تاريخية انك بتلعب قصاد الدون رونالدو اللي كان طبعا اللاعيبة بتحلم انها تشوفه. لكن رونالدو خلاص بقى واقع موجود في الدوري السعودي، هيكون موجود في المباريات كلها. طبعا مباراة النصر لازم هيلعب اساسي، ده الطبيعي. انتوا فاكرين مع مانشستر يونايتد طبعا كان بتركن في التبديل برضو، لان برضو الدوري الانجليزي مختلف جدا عن الدوري السعودي. طبعا دي حاجة طبيعية، الكل هيكون موافقني في الرأي، سعودي او اي دولة عربية هيوافقني ان الدوري السعودي ما بنقللش من الدوري السعودي، لكن مختلف. الدوري السعودي مختلف عن الدوري الانجليزي خالص. فطبعا رونالدو هيحاول ان يرجع للنجومية بتاعته في الدوري السعودي ويستعيد بريقه مرة اخرى، وان شاء الله طبعا هنتابع المباريات اللي جاية ونشوف رونالدو هيقدم ايه باقي المباريات. ويارب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.